السلام عليكم وصباح الخير، صباح السعادة والسرور. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. كنتمنى لكم يوم سعيد وحياة أسعد إن شاء الله. اليوم في الفيديو ديالنا غادي نديرو جوج ديال الوصفات اللي رائعين بزاف، عصير، وغادي نديرو واحد السلطة. هاد العصير اللي رائع بزاف، أولا كان هو العصير، هو السلطه اللي غندير معاكم، هما السبب انني تعالجت من فقر الدم الحاد. وثانيا هذا العصير مفيد جدا لتساقط الشعر، حيث بطبيعه الحال ملي كيكون فقر الدم كيكون تساقط ديال الشعر بشكل كبير، وملي كنعالجوا فقر الدم وكنعالجوا جميع الامراض اللي فينا داخليا فكتنعكس على الشعر ديالنا وعلى النضاره ديال الوجه وعلى الصحه ديالنا بشكل كبير. هاد العصير هو زوين بزاف ومفيد بزاف بزاف، المكونات ديالو بسيطه، وحتى اللي ما عندوش هذوك المكونات فالسلطه اللي غنعطيكم في الاخير حتى هي كتعطيني نفس المفعول ديال هاد العصير هذا. كيف ما قلت لكم هاد العصير كنت كنشربه بزاف ومداومه عليه، هو السلطه ملي كان عندي فقر الدم، كان عندي فقر دم حاد لدرجه كنت كل 48 ساعه كندير تحليله ديال الدم، ولكن الحمد لله رغم الادويه ما خديتش الادويه، خديتها لمده 3 ايام من بعد قطعتها لاني عندي مشكل ديال المعده، فما كنقدرش على الادويه، وتبعت هاد العصير يوميا وفي خلال شهرين اللي كان عطيني الطبيب باش خاصني نرجع عنده نشوف، يعني عطيني النتيجه ديال دوك التحاليل اللي كنت كندير كما قلت لكم كل 48 ساعه كتمشي عند الطبيب وهو تيشوف، يعني تيشوف هذوك التحليلات ديالي ديال على فقر الدم. في شهرين ملي رجعت عند الطبيب فالنتيجه كان يعني فرح بزاف، قال لي الحمد لله راه تقاد لك. هو كان تيسحب بالدواء، قلت لي انا راه ما خديتش الدواء، وهاشنو درت. اليوم قررت باش نشارك معكم هذا العصير. كيف ما قلت لكم اللي عنده فقر الدم اللي كتعاني من تساقط الشعر راه هذا العصير رائع جدا. فخليكم معايا غادي نشوفوا، طولت عليكم بالهضره، نشوفوا المكونات ديالو. كيف ما كتشوفوا غادي نحتاجوا لثلاثه ديال العناصر، عندي الرمان، عندي الباربه، وعندي مطيشه. بالنسبه للمطيشه او الطماطم انا درت جوج، ممكن ديروا غير وحده. طبيعه الحال هاد المطيشه والرمان والباربه غسلتهم من قبل، صافي غادي نقطعهم. وكل شيء كيعرف الفوائد ديال المطيشه، الفوائد ديال الرمان، الفوائد ديال الباربه، فهما صراحه مهمين، خاص الواحد ديما ياكلهم. بطبيعه الحال المطيشه كناكلوها في السلطه، ولكن الباربه قليل ما يعني ما كناكلوهاش بزاف، ولكن هي ملي كتشرب كعصير زوينه وعندها بزاف ديال المنافع. وبالنسبه للرمان غادي ندير غير نص رمانه، ممكن هادشي كامل تنقصوا منه، ما تزيدوش فيه باش ما يكونش عندكم كتير، لاني انا هاد الكميات اللي درت نص رمانه وجوج ديال الطماطم ودرت باربة، عطاتني كمية كتيرة صراحة، بقات عندي يومين. ولكن ممكن ديروا ربع رمانة، نص ديال الباربة، ومطيشة واحدة. ايوا هنا ملي كتكون كتنقي الرمان وكيجيوك شي حرامية كيشفر فيك يعني نص رمانة راه ما درتهاش كاملة، راه حيدوا داك لابار اللي تهزات. انا خليت هاد اللقطه تاع الرمان تنقطع فيه، سبحان الله، لانه كيعجبني انا ان هكا نفرك الرمان، عزيز عليا، كنستمتع بهاد اللحظه هذه. ما عرفتش علاش كاين بزاف ما تيبغيوش ينقيو الرمان، ما عرفتش، مي انا عزيز عليا، اللي بحالي تكتبها لي في التعاليق. والباربه هي غادي نقيوها، من الاحسن تكون الباربه خضراء، ما ديروهاش مسلوقه، انا كنديرها دائما خضراء. وغادي نديرو جميع هاد العناصر في الطحانة،
ومن بعد غادي نديرو عليها الماء، الماء بطبيعة الحال تتغطيوها كامل. ولكن كما قلت لكم انا درت واحد الكميه كثيره، فجاتني شويه جاتني ثقيله فنقصت منها وزدت فيها الماء. هنا درت معلقه ديال زريعه الكتان، زريعه الكتان زوينه زوينه بزاف، دائما حتى هي ضيفوها للعصير اللي كديروا. غادي نخليو هاد العناصر ديالنا تطحن، ومن بعد غادي نضيف عليها، هنا عندي 3 ديال التمرات و7 ديال الزبيب، غادي نضيفهم عليها. كما شفتوا ما كنديروا فيه لا سكر لا والو، باربع حلوه رمان حلو، وكذلك كنديروا هاد التمر والزبيب كيزيد يعطيه واحد الحلاوه زوينه بزاف، وحتى هما راه صحيين الواحد ياخذهم مع الصباح. وغادي نعاودوا نطحنوا هاد المكونات، وهذا هو العصير ديالنا. صراحه كيجي زوين 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 بزاف. الا بغيتوا تصفيوه صفيوه، انا ما كنصفيش العصير، كنشربو هكاك كيف ما كتشوفوا. زوين بزاف، فيه بزاف ديال الفوائد، خصوصا الناس اللي كيعانيوا من فقر الدم وكذلك من تساقط الشعر، الناس اللي عندهم التعب، لانه بطبيعه الحال فقر الدم راه هو التعب، ضيق التنفس. انا كانوا تيبردوا لي حتى يدي ورجلي، ولكن الحمد لله مني تبعت على هاد العصير وباقي كنديرو. صراحة مرة كنديرو هو، مرة كندير السلطة اللي غادي نشارك معاكم اللي غتكون الوصفة البديلة. فكيف ما كتشوفوا المكونات اللي في هاد العصير كلها كتساعد على الامتصاص اللي كيكون هو اساس ديال فقر الدم، ان الامتصاص ما كيكونش عندنا مزيان. وبطبيعة الحال مني كنديرو هاد العصير ضروري غنتناولو مع الاغذية اللي كتكون غنية بالحديد، بحال الكبدة بحال لي زيبيناغ. كذلك ما نشربوش اتاي، ماشي ما نشربوش اتاي، غير ما نشربوش مع الماكلة. وهاد العصير خاصو يتشرب يوميا قبل الوجبات. كنت كنشرب كاس في الصباح على الريق، كاس قبل الغداء وكاس قبل العشاء، يوميا يتشرب. الا قدرتو كل نهار تصاوبوه مزيان، ما قدرتوش صاوبوا واحد الكميه كتبقى عندكم تقريبا يومين. بالنسبه للوصفه البديله واللي هي حتى هي عندها نفس المفعول ديال العصير الاول اللي قدمت لكم، صراحه هذه اول وحده كنت بديت بها. كنت كندير عصير تفاحه وخيزو والباربا، ولكن مؤخرا وليت ندير العصير اللي قدمت معكم الاول، وهذه كنديرها على شكل سلطه. غادي نحتاجو فيها، عندي باربا وحده، عندي خيزو، عندي تفاحه، وعندي شويه ديال الكرافس. بالنسبه للجزر انا كثرت شويه الجزر، ممكن ديروا غير وحده ولا ديروا جوج ديال الجزر فقط، انا حيت عندي خيزو كثير فدرته. غادي ناخذ العناصر كامله الا الكرافس، غادي نحكوهم بالحكاكه. وهنا من بعد ما حكيت الجزر والتفاح، شديت هذاك الكرافس قطعته رقيق ودرتهم الفوق. عاد من بعد غادي ندير عليهم الباربا حتى هي اللي حكيتها، وغادي نخلطوا هاد العناصر كامله. وهذه هي السلطة ديالنا، كتجي زوينة زوينة حتى هي بزاف، ومفيدة جدا للناس اللي كيعانيو من فقر الدم. شتو كيف ما خديت شوية تاع الكرافس خليتهم درتهم من الفوق، وكانوا هادو هما الوصفات ديالنا. كنتمنى تستافدوا منهم ويفيدوكم، خصوصا خصوصا وعن تجربة بالنسبة للناس اللي كيعانيو من فقر الدم والناس اللي كيعانيو من تساقط الشعر. فالعصير اللي درت معكم راه ممتاز، وهاد السلطة ممتازة. انا ميمكنش خصوصا في رمضان ضروري كندير هاد السلطة، كناكلها قبل ما نفطر، لانها صراحة زوينة زوينة بزاف. كنتمنى كما قلت لكم تستافدوا من هاد الوصفات اللي قدمت لكم، وما تنسوش الى عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وتسجلوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.